قبل تاريخ موضوعنا الليله في حكايه كوسي محمد مراد، انت مش كيما خلود وقت اللي امك وابوك طلقوا، انت فاهم الدنيا، عمرك 11 سنه وقتها. قداش عمرك وقت اللي الامور بدات تتعكر ما بين امك وابوك؟ مش تعكر سبيسيالمون، ما عركيت معناتها، هما راهو غدرونا بها، غدرونا معناتها مخيومي، ما كانتش ثم مشاكل ولا عرك كبير. اي اي معناتها كانوا هكا كيلكو ديسبيوت معناتها تقول انت كيما عائله عاديه. فوالا جاو في بيريود معينه فينالمون راهو سافيت ساره مش نطلقوا راهو. وشنو هو السبب الرئيسي؟ ما عادش يتفاهموا معناها فينالمون، ما عادش يتفاهموا كل واحد ومخه. بالقلق برا معناتها مش بالقلق، بالقلق كل واحد ومخه معناها. معناتها لا لا معناتها غيرمون يافي دي ديسبيوت. اي لا فما العرك موجود في العائلات الكل. أي. الطلاق نجم نقولوا فما سببين. أي. يا فما سبب واضح على خاطر الحكايه هذيك معناتها واضحه، انت عملت هكا انا باش نطلق. والهكا هذيك تنجم تكون حاجات برشا حاجات. اي وفما امراه وراجل ما عاد عندهم يقولوا لبعضهم. ما عادش فدوا. معناتها طلقوا بسكيت. سيمي اون بلوس. هل ترى انت تحط روحك حكايتك الاولاني فما سبب رئيسي والا لان حط روحي من الحكايه الثانيه اكيد اللي غيرمون معناتها كي وصلوا كبرونا معناتها هو الطلاق كان ظاهر معناتها ماهوش متفاهمين مش كانوا في ليله اما معناتها يكبروا مثلا كبروا صغار في جاي وقت معين اللي بون فينالمون سان فا با مارشي لازم نطلقوا لي غران بارون كانوا نتذكر وقتها يجيو شويه للدار كي يوبخوهم شويه حاولوا يصلحوا درا شنو مره بعد قداش هكا شهر شهرين بعد هكا اي معناتها انت ما عشتش الجو ما كانش معكر في الدار شويه؟ لا لا معناتها كيما زوز يتعاركوا نورمال معناها فهمت يتعاركوا على شيء يتعاركوا على درشنا هو معناتها حكايه خفيف على الاخر كيما في اي خاطر ساعات العيشه بالنسبه للولاد الصغار في الدار تولي انفيفابل تولي جحيم معناتها تولي نهار الكل عرك وما بين فما فما شكون يقول لك انا كيف امي وبابا يطلقوا ارتحت تفرهدت بيان سور انا با سبيسيالمون تفرهدت اما ومن بعد كي يطلقوا نرقى هي ثم ديزافونتاج ثم حاجات خير برشا معناتها تقول خير كيف تلقوا امك وبوك فوالا معناتها كانوا معناتها كنت عندي علاقه باهيه مع بابا مع امي كيف كيف اما هما مع بعض ما ثماش علاقه معناتها في الدار غير ما ثماش الامبيونس نتاع لو كوبل اما انا من ناحيتي انا كنت شيخ مع بابا وشيخ مع امي نعدي في وقت مع امي ومع بابا هما مع بعض جاوا في مش في ليله وضحاها جيت في بريود باش يطلقوا بون كاو جاي يحكي معايا بابا حكيت معايا امي وتفهمت الموضوع 11 سنة ما زلت صغير بكل في المكتب فما قلق كيما خلود ولا اخر المكتب لا والله لا مكتب خاطر كنت بالعكس انا حتى كنت على ليميت كنت هكا كي طلقوا انا في المكتب اخر عام معناتها طلقوا في المكتب بعد عديت في الكوليج اما كنت هكا مثلا كي تجبد الطلاق ولا عكس بس ما نقول اللي انا امي بابا مطلقين خاطر كانت تظهر لي حاجه نورمال وكانت عندي فكره اللي ياسر العباد شنو هي مطلقين وشتركوا سوا في الدار في العائله معناتها في المجتمع انا كنت تظهر لي ما تنجم نقول اللي انا بابا وامي مطلقين معناتها كان تظهر لي حاجه عاديه على الاخر واضح كنت قريب انت من بوك ولا؟ اي قريب على الاخر اللي عندي هنا وانا تحس انك قربت اكثر من بوك بعد الطلاق على خاطر وليت تقابل فيه بانتظام هذيك بون سيرتو بعد كي كبرت شويه معناتها علاقتي انا وبابا وليت سبيسيال شويه خاطر توا ما عادش حتى اصحابي ولا في تونس الكل معناتها نتصور ثماش هكا بو ولده يعديوا برشا وقت مع بعضهم يجي من الخدمه يقعدوا في الدار درا شنو مي باغ كونتخ من بعد تولي ما عادش معاك في الدار ماكش تولي تخصص له وقتك انت هو باش يخصص وقت لي هو كسوا في وسط الجمعه ولا في الويكاند ولا دونك تولي كي رونديفو كيما قلت انت بك رونديفو وتعدي معاه وقت يبدا معناتها واضح مش تعب ساعتين ثلاثه اربعه دونك تبدا الريلاسيون تاعكم سبيسيال شويه مش كيما يبدا هو في الدار نجم يروح من الخدمه فهمت تاعب درا شنو هو رقدها او خرجها دونك تولي هكاك منظمه تبدا علاقه خير معنا تاكيدا لقولك عندي صديق نعرفه عنده ولاد صغير نقول احنا ما كانش لاهي بيه برشا وملي طلق ولا بانتظام معناتها يقابلوا في الويكاند لي فاكونس يهزوا كذا وكذا يعدي معاه اكثر وقت لين اكثر برشا كان جاي معرس قرب له قرب لولده اكثر برشا بعد ما طلق لدرجه انه الولاد صغير اللي عمره 5 سنين حاجه مشى لامه وقالها رد بالك تعاود تعرس بابا مش بتفديك وما هو وجعته برشا الحكايه خاطر فتن قداش كان مقصر في عمره 5 سنين ونجم يعرف يفهم اللي هكا سي بون هكا عادي توا معناتها بعد الطلاق ولا ابوه ولا يبيه ويخرجوا كل ويكاند لا وانا توا ديغنيغمون والله توا ذكرتني فيها الحكايه با كي نبدا معاه هكا ديما ساعات يقول لي تي ديما مزروب ديما تحب تمشي دراوين ديما نقول له اسمع راك انت ماكش فاهم اللي في تونس الكل ما ثماش واحد يعدي وقت مع ابوه قد ما انا نعديه معاك معناتها نقعد بالنهار كامل معاه راس راس نمشي ونحوسه نقول له هذا راك جينا معرسين كان جيتوا معرسين انت وما
راهو هذا مستحيل كان يصير، معناتها راهو في الدار راهو نظام اخر او سيستم اخر، فهمت؟ امك وبوك فشلوا في زواجهم، هل ترى تعتبروا انهم نجحوا في تلاقهم؟ نجحوا في تلاقهم، معناتها كي نشوف بون مش سوغ لو بلون، معناتها مش مهومة، هما ذيك حاجة بيناتهم معناتها. لا معناتها طليق ناجح، اش معناتها طليق ناجح؟ تو تقول استاذة اش معناتها طليق ناجح؟ طليق ناجح انه العرك والمشاكل ما يتواصلوش بعد الطلاق، خاطر الطلاق يصير على خاطر الناس عندهم مشاكل، لإنهاء المشاكل هذوما يلتجؤوا للطلاق. وقت تنفصم العلاقة الزوجية من المفروض ينتهيوا المشاكل. لكن الغالب اللي نشوفوه الطلاق ما يكونش ناجح على خاطر تتواصل المشاكل من نوع آخر، يتعاركوا على الصغار، لي زونفون أوتاج، واحد يجبد الآخر يجبد، التشفي يكثر، النفقة ما تتدفعش في وقتها وإلا ما تتدفعش بالكل، تدخل الماديات برشا اللي ربما وقت تكون العلاقة الزوجية قائمة ربما ما تكونش موجودة المشاكل هذه. بعد الطلاق تطغى المشاكل المادية على ويصير برشا عرق وبرشا مشاكل، ويكونوا الصغار بين البو والأم رهينة، كل واحد يتشفى في الآخر على طريق صغار. هذا نتصور في بريود، معناتها حاجة عادية في بريود الأولى من الطلاق متاع الأم والبو، زاد مش اليوم باش يطلقوا غدوة باش يصبحوا يعملوا في قهوة ويحكيوا على الصغار ومصلحة الصغار، سيغمون باش تبدا ثما شوية مشاكل من الأول، كسوسوا مثلا على برشا مشاكل تتواصل قانونية أكثر منها، فهمت؟ ماك تعرف أول ما يطلقوا. اللي عشت وأنت معناتها من الأول ظاهريا أنك ثما بتي بغا تفيغ، نعرفش نتاع هكا أنت معناتها سي نوفو، معناتها باش في أنفيرونمون آخر، باش تعيش مع أمك وأختك أهو، دونك ديما ثمك أما بيريود الأولى بركة معناها، فهمت؟ مي أبخي معناتها بعد عام ولا بعد كاهو كل واحد يفهم معناتها كسوا هما ولا أنت تستانس معناتها بالانفيرونمون. هذا هو هذه صوره من الطلاق الناجح اللي ما يوصلوش يتعاركوا وصغارهم بيناتهم بعد توا تفش العلاقه ما بيناتهم. لا لا حتى من وقتها معناتها بعد البريود الاولى العلاقه ما ثميش، ما ثميش علاقه معناتها. لا معناتها فما احترام متبادل، ما ثميش علاش، ما ثميش سبيسيالمون مناسبه ولا حاجه باش تقول امك ما تقولكش حاجات خايبين على ابوك ولا ابوك حاجات خايبين على امك. لا معناتها حتى امي تسالني على بابا يسالني على امي، فهمت؟ معناتها مش باش يكلمها ولا فهمت، معناتها كل واحد مالوغ لا كل واحد على روحه. وهذا من اول تلاقي في التربيه نتاعكم مثلا، هل انهم يصيروا اشكالات بيناتهم في القرايه في كذا في الشريان، في يلزم كذا، في يلزم حوايج عيد، في يلزم لا كل واحد ماخو غول، كل واحد ماخو غول معناتها وراك يتفقوا على هذاك فوالا كل واحد فوالا وتفقوا راهو مش هكا سبيسيالمون عملوا قاعده، فهمت؟ بتي تبتي هكا وبود ما عرفش انا عام كل حاجه تحطت في بشوي بشوي، مع كل حاجه حتى هذا اللي لهيب هكا مصروفك باش تاخذه من عند بوك، امك لهي بالدار بوك هو باش يخرجك يحوس بيك وياخذ لك الدبش، امك لي امك هي اللي باش تلهي بيك في القرايه في درشنا، دونك بتي تبتي كل حاجه تحطت وحدها معناها في كيف تحكي مع اختك في الموضوع عندها نفس وجهه النظر نتاعك انت؟ عندها نفس وجهه النظر ماهيش محسوسه اكثر ماهيش كيما البنات هنا معناتها مثال اختي تبارك الله بالحق اختي مخها كبير ياسر معناتها ملي هي صغيره لتوا دايوغ مخها كبير معناتها اصغر مني باربع سنين هي مخها كبير على الاخر دوكو كل شيء نورمال وتشوف با تشوف امي عندها هي كل شيء معناتها ماهيش مقلقه من نظره المجتمع لل لا حتى هي تقول حتى انا نحكيو في الوقت تقول هي نقول مطلقه انا امي وبابا مطلقين شنو المشكل معناها واللي مش عاجبه ولا واحد سيكو ثم مشكله من عنده هو مش مشكله من هي ما عنديش علاش تحشم معناها فهمت انت تو مازلت صغير عمرك 28 سنه اما ان شاء الله باش يجي نهار وتخمم في عرس ولا ولا أيوة. ولا باش ترتبط بصفه جديه هل ترى فشل زواج امك وبوك باش يكون عنده تاثير على علاقتك مع الفام دو تافي؟ لا فام دو مافي نتصور كو سوا معناتها ما عندها حتى علاقه الاغلى ما عندها حتى علاقه كو سوا تعدي معناتها العرس كان ناجح نتاع امي وبابا والا ليه فكرتي انا على الطلاق اللي انا تظهر لي حاجه عاديه واللي طلاق وانا بيدي معناتها مش جونفيزاج اني نهار باش نطلق ما عندي انا ما تعرفش على الدنيا دونك حاجه عاديه ماذا بيا ليه بيان سور تكمل حياتك مع امراه حياتك كامله معناها اما كان ثم مشاكل ولا كان ثم حاجه تخلي الطلاق يكون هو الحل ما ثم حتى مشكله معناها ما ينجم ما عرف امراه مش باش يقعد معها حياته كامله معناتها ما قداش يقعد معاهم لا مش نحسبها معناها كي ما نعرفش ابوبري قداش اما حاجه عاديه تظهر مش عاديه حاجه نورمال راهو فما فرق محمد ما بين وانك تكون عندك علاقه وما بين وانك خاطر العرس ما فيهوش كان نحبني ونحبك وعلاقات وكذا فما هكا ترى فما صغار فما برشا حاجات نجم تنجر فبالتالي ما نعرفش انا نظره الجيل الجديد والعدد اللي ماشي ويكبر نتاع الطلاق كل عام والعباد اللي ولات تطلق بسهوله هذه
بالنسبة للمجتمع مؤشر متاع الصحة جيدة ولا صحة سيئة أستاذ؟ لا يعني هو بطبيعة الحال ما هوش حاجة مرضية للغاية، لكن مؤشر متاع وعي جديد بأسرة جديدة. يعني اليوم ما نجموش نقوله كونه طلاق حاجة ممتازة، هذا مؤكد طلاق. شوفوا الرقم هذا سامحني مفزع، المعهد الوطني للإحصاء حالات الطلاق 59% خلال العشر سنوات الأولى، معناتها واحد كيف يعرس يعرف اللي عنده أكثر من فرصة على اثنين باش يطلق تو. عادي 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 شنو عادي؟ معناها خليني مش معناها عادي اللي هو عادي أنك تجيب زوز عباد زوز تباع سي نورمال، يعني باش تخلق بيناتهم شخصية موحدة ودي ريفلكس، معناها هكا يولي عندهم نوع من الأوتوماتيزم بيناتهم. 59% في العشر سنوات الأولى، نجم نقول لك راهو في الخمس سنوات الأولى أعلى، لأنه نسب يعني نسبة حظوظ، معناها ثم اثنين يكملوا ثم اثنين الطباع الانسجام ما يقعش لأسباب متعددة، ثقافية جهوية معناها مادية إلى آخره. تكتشف الناس رواحها بعد الزواج، اللي يروا ما قبل الزواج موش ما بعد الزواج. أستاذة، الطلاق في ارتفاع مؤشر إيجابي ولا مؤشر سلبي؟ والله نقول لا إيجابي ولا سلبي، هي ظاهرة عندها أسبابها. قبل كانت التربية في العائلات تقتضي، وأنه خاصة المرأة طيح مروحها وتضحي وتقبل برشا حاجات، وبك المنطق والعقلية متاع مكتوب. لا توا وقت اللي نحضروا في البرنامج تقريبا قال لك في طلاق على اثنين المرأة هي اللي تطلب الطلاق. هذا اللي حبيت نقول. وقت اللي قبل المرأة ما كانتش تتجرأ باش تطلب الطلاق. توا معناتها ان كاس سور دو المرأة هي اللي تطلب الطلاق، وإذا هي المحامين الكل اللي يحظوه في أغلب الحالات المرأة هي اللي تطلب الطلاق. هذا اللي حبيت نوصله، على خطر اليوم فما أسباب تخلي المرأة ما تقبلش بعض الحاجات. شنو اللي كان يخلي المرأة الأكثر؟ فما بطبيعة النظرة الدونية للمجتمع بالنسبة للمرأة، المرأة المطلقة نظرة المجتمع لها كانت تخليها توخر، وفما الماديات كذلك. كوني تكون المرأة اليوم قادرة أن تقوم بنفسها وتكون عندها استقلالية اقتصادية، مستقلة اقتصاديا، نجم تكون بنفسها، ما عادش فما كالرجعة لدار البو، نجم تكون في مسكن مستقل بأولادها، نجم تكون بروحها، تقوم بسعارها. هذا اللي خلى المرأة من ضمن الأسباب اللي تخلي المرأة تطلب الطلاق. ولهذا باش نقولوا حاجة إيجابية وإلا سلبية، أنا ربما إذا كان باش نختار نولي نقول إيجابية، ماذا بيا ما نختارش نقول إيجابية. علاش؟ على خاطر بالطبيعة نقول الطلاق الناجح اللي كنا نحكيوا عليه، انا نفضل طلاق ناجح على زواج يكون فاشل وحياه معناها تكون صعيبه بالنسبه للزوج والزوجه وبالنسبه للاطفال اللي يعيشوا في اسره معناها فيها برشا عرك وفيها برشا مشاكل وفيها فهمتني. ولهذا نقول ربما يكون ايجابي احسن انهم يتفارقوا وينجحوا في طلاقهم، اللي هو الحقيقه اللي كان يحكي فيه ماهوش متوفر برشا، على خاطر لو ديفورس كونفليكتويل، المشاكل اللي بعد الطلاق اكثر حاجه نراوها، التشفي اللي يصير الاولاد بين البو والام هذا اللي نشاهدوه الاكثر، الطلاق الفاشل اكثر من الطلاق النجح مع الاسف في مجتمعنا. واضح. محمد اكو مالا ان شاء الله طلاق موفق. حكيت مع شعر سبايا مدامك ناوي على مدامك ناوي على خليها معناتها ما عادش يقبلوني يجيبوها يجي نخطب يقول لي لا انت ما سمعتك لا لا تفاديك نفدلك معك وكلامك معقول. واحد ما يعرف شنو باش يصير غدوه، كل شيء وارد وفي الاخر 10 سنين الاولانيين وفي الاخر ماهيش كارثه تاخذ فرصه اخرى خير من اللي بعد 20 سنه وحياتك تندم عليها كل معناها قعدت مع عبد مش متفاهم معاه ولا الاولاد هاكم الاول تاخذ ديسيزيون صحيحه تيت روبوزي كسوا مع بعضكم ولا حتى من ناحيه كل واحد وحده. دونك في العشر سنين الاولانيين كما كنا نشوفوا خير من برشا من بعد 20 سنه ولا 30 سنه عرس ترقى تندم على حياتك كامله مع تعديتها مع عبد ما تفهمش معاه ولا مع عديت حياتك فاد معناه باسله وما ما شفتش حتى شيء. رحبونا بسندرة بن عمر، مرحبا بك سندرة. سندرة عمرك 31 سنه. انت سندرة بالحق معناتها ما عندكش زهر، ما عندكش زهر بكل على خاطر الدنيا صعيبه معك وماكش من النوع اللي تهبط ايديك، من النوع اللي تقاوم،
اما انت تقاوم من هنا وهي تعاود ترجع من هنا، انت تقاوم من هنا وهي ترجع من هنا، وما حبتش تفك بالرغم اللي ربي يعلم وانك حاولت وبذلت مجهود وعملت اللي بيوسعك واللي مش بيوسعك باش تفوز بروحك، نقولوا احنا وشي ماهيش حابه. امك وبوك طلقوا وقت اللي انت عمرك 6 اشهر، واختك وقتها عمرها عام ونص. أمك سافرت لإيطاليا، وبوك كان يخدم مهندس بحري، بحكم خدمته ما كانش ينجم يتلهى بكم برشا، يا أخي يعطاكم الأخت صاحبه، مش لأخته، أخت صاحبه، اللي هي وقتها معرسة وعندها صغار، وباش تربيكم أنتوما على أساس ديباناج. ديباناج. باش تعاونوا برا. ديباناج هذايا قداش دام؟ ديبانوز 16 سنة. 16 سنة ديباناج. معناتها اي جبتها معايا ديجا. عسلامة مدام، اسفقوا عليها، مرحبا. مدام تركيا، شنو خلاك تقبل بسندرة واختها؟ انا عندي كان وليد جبت في عمي. اي اما وحبيت على بنيه. يا اخي ربي يرزقك بزوج. ربي سبحانه صاحب خويا، هو الروح خارجه من الروح. اي يخدموا مع بعضهم في البابور. اي قال ما نحبش نهز اختي، قال لأختي القفصة ناتي، نحب نجيبهم لأختي. قال أخويا مرحبا بيهم، تربيهم وتو. لا حطنا دب عندك أيامات هو. أي ها؟ حطنا بريود معناتها، قال حتى ركح أموري. أي لا قعدوا يا أخي قعدنا، عجبته الحكاية. باهي. أختك حبت تتلوج على أمك. أي أمي معناتها إحنا كي جينا كي تربينا في جيبس معناتها 16 سنة. هيك اللي نعرفوا اللي هي معناتها مش امي، ما نسالوش معناتها، هاكا يجي بابا مره بعد قديش يطل علينا يصرف يمشي. تعديت السنين هكاكا فهمتي، لين اختي معناتها ما عادش تعجبها العيشه في جيبس، معناتها تحولت خاطر جاتي تجي وخالاتي يجي ويطلوا علينا الجيبس، ولات تحب صفاقس. جينا لصفاقس معناتها لرجتي امي، كي جينا بابا معاشي معناتها كان يسال علينا في جيبس، يجي مره في 6 شهور مره في اي مالك. كي حبيتوا تمشيوا لصفاقس قال لكم مالا ما عادش قطع معاكم العلاقات، حطنا ومشى. حط هو ديما يحط فيكم يمشي هكا ولا هكا. اي هو معناتها المره الاولى حطكم في دار اخت صاحبه. أي يرحم والديها، قامت معاكم بالواجب. بالواجب الى يومنا هذا معناتها. ما كنت جبتها معناتها الى تركيا حتى حتى لهنا. ومن بعديك اختك حابه تمشي لصفاقس، اتعس قرار خذيته، اخيب قرار يمكن خذيته في حياتها، وانكم مشيتوا لدار مماتكم وسكنتوا غاديكا. ولهنا انا توا فهمت علاش في اول الحلقه بشعله كبيره ياسر قلت راهو نظره المجتمع للصغير والديه مطلقين نظره قاسيه على الاخر، على خاطر انت في دار مماتك من طرف قريبك كبير في العمر. قديش عمره؟ في الوقت هذاك 34 هكاك. وانتي؟ انا 16. تعرضت للتحرش الجنسي. اما قريبك قريبك، مش لازم نقولوا شكون، اما معناتها في الدار. أي في دار مماتك اللي هو من المفروض انه يكون مكان امن. تعرضت للتحرش. ما تنجمش تحكيها الحكايه، وحتى كي تحكيها ما يصدقك حد، مستحيل. معناتها عرفت معناتها تحملها في روحك الحكاية وتقول بالك شي أنا غلطة مرة واثنين وثلاثة وهكاكا. لقيت أمك أنت وقتها قديش عمرك أنت وقت لقيتوها؟ جي هي معناتها جيت لدرجتي وقتها معرسة، هي معناتها ريتها أنا كبيرة معناتها. وتسكن في تونس هي وقتها؟ لا في إيطاليا. أمي تجي تقعد في تونس وتجي لصفاقس معناتها تشوفنا. ما عرفتك اللي تخرج هي وراجلها معناتها تحوس من با، عرفت معناتها كانت بارده معاكم. بارده على الاخر ديجا، انا ما نعيطلهاش امي من با، معناتها ما نعيطلهاش جمله، ما نذكرش روحي عيطلها معناتها، ما عنديش بها حتى علاقه، ما عنديش معها احساس الى يومنا هذا. تعرف اللي بها هو انه عاده المراهقين اللي جلب الانتباه ولا اللي طلب الاستغاثه يهربوا، يلفوك حاجه عاديه جدا انك اللي يمشي يهربوا من الدار وكذا. انت حبيت تجذب الانتباه، هربت
هربت عمرك 18 سنه ما سال عليك حد. اي حبيت نجد باش يسالوا هاو باش يلوجوا هاو بوليزيه باش تجي وينو وكذا مش بعيده راهو معناتها اي ما سال عليك حد من با سال عليا حد واختي كلمتني قالت لي من غير ما تحا معناتها من غير ما تزيد تهرب من غير ما تعمل معناتها سي بون معناتها راهو مش يلوجوا عليك سي بون راهو مش يلوجوا عليك وقالت لي قالوا لك من غير ما تقعد في صفاقس انت هربت هربت تمشي على روحك لتونس ولا دبر راسك سوسه مفيد ما تقعدناش في صفاقس يا ربي سيدي فهمتي معناتها هيك اش خسرت عليا ومعناها بخلاف هذيك بنت فلانه بنت فلانه ومطلقه وامها وسلمت فيهم ومشيت لايطاليا معناتها حاجه عيب هذيك ديجا معناتها تتحملها انت الحكايه هذيك معناتها حتى الشواء انه باش يجي واحد يخطبك ولا حاجه كيفاش ومع جدتها وكيفاش كانت في قابس وجاو لصفاقس وعرفت حكايه بيزار معناتها السي في نتاعك مش باهي برشا نتاع بالنسبه للعرس حسب ما تحكي انت اي يعطيك الصحه ما فماش ويظهر لي جايه من محيط شويه كاسح شويه حسب ما فهمت انا معناتها العائله المضيقه نتاعكم شويه كاسحه فبالتالي السي في نتاع امها في ايطاليا يعطيك الصحه نيجاتيف مطلقة نيجاتيف يعطيك الصحة من غير جات الصفاقس نيجاتيف بيزار الحكاية فما بوزيتيف ما فما شيء بوزيتيف وبوها معناتها أربع سنين ما يعرفوش على وين بعد 2008 قالوا مات ما نعرفوش حتى كيفاش مات وين مات هو بحا مش مات بجلطة في بالي اي جاتو جلطة في المخ قالوا هكاكا ما خويت وعموماتي ديجا ما نعرفهمش في الموت جاو قالوا تفنيه تفنيه وكملنا معناتها ما نعرفهمش ريتهم في الموت عسلامة انت بنت خويا نشرفوا وبعد باي باي كملنا وتظهر انك ما تحسيتش برشا بعد توفى ابوك تقريبا شخص غريب مات معناتها ما تعرفوش اي ما عندكش معاها ما عنديش معاها برشا اختي يمكن كان ندللها اكثر ولا ما انا لا ما نتذكرش حاجات باهية انا لا معاها لا مع امي زوز هو فما مثل فرنساوي يقول لك لازمك تحافظ على دموع ولادك وانت حي كان تحب يهبطوا دموع على القبر نتاعك اي ديجا احنا هذه هي فبالتالي هو ما حافظش على دموعك احنا المثل هذه هي ملي تفنيه ما زرناه هذا هو ينطبق على ابوك اي اللي يجلب الاحترام فيك واللي يعطيك صحه معناتها هو انك قريت اي خذيت الباك نتاعك اي وعملت بريباراتريس اي وخدمت فارماسي وخدمت فارماسي اي ومعناتها بديت وحدي معناتها كي خرجت سي بون قلت انا ما عادش نرجع معناتها انا خرجت بفضلك قلت لك دبشي لينا في ما مانيش في مخي اني باش نهز فاليز ولا ما عندي حتى شيء خدمت من بعد فارماسي وكريت معناتها مع طفله وبديت وحدي معناها قلت انا نحسب روحي غريبه ما عندي حد عندي امي وكنكلمها في جيبس نسال عليها يا رب اما الاخرين الكل يزي مالك منهم حتى شيء حتى عباد ما همش معبريني ما همش بالنسبه لهم هما مانيش موجوده فاش قام انا باش نقعد نسال يعطيك الصحه ومعناتها زيد عندي اختي وكي تسال عليا جيت لهوني كنت معناتها في سكره جيني امي طل عليها فهمت متمين على معناتها نخدم وعايشه هكاك خدمت على روحك وليت عايشه بفلوس يعطيك الصحه وليت تعرفت على راجل في مستوى وحكيت له كل شيء وقبلك كيما انت اي قبلني وراجلك محلاه حسب ما فهمت اي والعلاقه ما بيناتكم كانت لا كانت محلاها ومعناتها الوحيد اللي معناتها ما قاليش لا كيفاش لا امك لا ابوك لا حاجتي انت معناتها كساندرا كهو انت اللي حاجتي بيك يعطيك الصحه ما يهمنيش لا انت تحاسبني على الماضي نتاعي لا انا باش نحاسبك على امك لا على ابوك لا علاش عملت وما عملتش النهار اللي قلت اخيرا انا وصلت للي نطمح له الكل ونجحت ورغم الصعوبات والعوائق واللي بياج الفخ اللي فما موجود هنا تحرش جنسي من هنا ابوك لوحك من هنا امك بارده من غادي نهار اللي وصلت لوين تحب توصل قلت سيد الدنيا باش تضحك لي 24 سنه وقتها توا جاء وقتي قداش باش نقعد عكستني قلت هيك هي عكستني عكستني توا سيد توا باش تفرهد الامور راجلك يتوفى توفى بعد عامين عرس معناتها جبت صغاري على روس بعضهم كي قلنا نجيبوا صغار احنا صغار ويكبروا معانا صغارنا هيك هي الحياة معناتها عملنا برنامج توفى توفى عمره 30 سنة وقتها وأنا بريسك 24 25 توفى باش؟ فوت ميديكال حب يعمل لانو هكا طبيب غلط له في كلينيك 2012 عندي 6 سنين تو خلاهم لي معناتها كيما أنا وأختي عرفت كيما عرفت السيناريو رجع لي معناتها بنتي 4 شهور ولدي عام ونص زوز بالكور زوز بالحليب زوز في حضني والراجل مات وانا مانيش فاهمه كيف معناتها مات انا بحذاه في الكلينيك معناتها ما فهمت شيء رجعت حاسيله مصفر دخلت في متاهات اخرى اللي هي
اللي هي معناتها كنت في تونس معناتها كان عنده دار وكل شيء دخلنا في كالورث ودخلنا في حكيت متاع حاسيلو هذوكم هما الكل معناتها عمل معناتها شوف انت عرفت دخلت في كالمتاهات وحاسيلو قعدت من با ما كملتوش العام في تونس ورجعت لصفاقس منين جيت قلت ربي صغاري في صفاقس خاطر في تونس معناها ما نجمش بزو صغار ومعناتها على الاقل في صفاقس ابرك يعرفوني ونجم نعيشهم معناتها مش كيما تونس عاصمه كبيره ووحدي زاده وتونس معناتها البلاصه اللي كنت نسكن فيها معناتها ماهيش متعمره باش تقعد فيها وحدها زاده وكل رجعت لصفاقس ورجعت بالمشاكل حاسيل وصغاري معناتها توا ست سنين معناتها ما نعرفش نقول هاني نكمل نضح عليهم ما نخممش حتى إن نعود حياتي ديجا ولا باش ندخل راجل براني على صغاري وعندي طفله وديما يتعود لي سيناريو هكا متاع حاجات خايبه معناها ما تجيني حتى حاجه باهية انا تو الحاجه الوحيده انا في صغاري يكبروا قدامي كهو معوض لهم كل شيء نتوقع وان واحد ينجم يحمد ربي اللي عقيله في خضم هذا الكل فما زو صغار هما حاجه باهية اللي يمكن يعطيوك القوه بتشد صحيح اي هيك معناتها ما كانش خاطر كان ما جاوش عندك زو صغار هذوما لا كان ما جاوش عندي زو صغار انا ما عادش يزي اي هما اللي قويوني معناتها نقعد ساعات في الليل هما يرقدوا نشبع بالبكاء نغزو روحي في المرايه نبدا نحكي مع المرايه نكتب عندي مذكرات مغرومه بالكتيبه ياسر نكتب نتخنق نقوم نعيط نمشي البحار في الليل هكاك معناها وما نحبش نبكي قدامهم ولا نتوجع نقول الى متى وتوا معناها رجعت كي نظره زاد معناتها انا ابار اللي انا امها وابوها مطلقين توا رجلها ميت هجاله اونتر بارونتيز نكرهها هيك الكلمه هجاله معناها بالحق مانيش عارفه مونتاليتي معناتها تو كيفاش معناتها رجلها ميت ما تقول انا اللي قتلته ولا معناتها مانيش مطلقه هيك الكل معناتها رجل ميت لا نفس النظره تحس ما نحس كانوا السيناريو قاعد يتعاود معناتها في بلاصه يتم تكريمك علي عملتوا الكل أيه. بعد الصعوبات اللي تحديتهم الكل العباد لا منعوته بالصبع يعطيك الصحه معناتها ديجا حتى كي شريت دار معناتها وين نسكن توا وكل شيء على الاول معناتها حتى مولا الدار قال لي معناتها قالوا له ما كيفاش باش تبيع دارك المراه رجلها ميت معناتها باش تسكنها في حومتنا فهمتها لا عاد والله قالها لي معناها اقسم بالله معناتها قالوا له كيفاش معناتها باش تبيع دارك لشكون باش تبيعها قال له مش نبيعها هكا كيفاش معناتها مراه من غير راجل باش تسكن معناتها كيما نقولوا هكا حومه معناتها ديار بحذا بعضنا وكل كيفاش خايفين على رجالهم ولا مش عارفه ما فهمتش معناها خايفين على رجالهم جيراني فهمت الفازه معناتها المونتاليتي كيفاش انت باش تسكن باش تجيب بحذنا باش تبيع دارك لمراه من غير راجل معناتها تلمو قالوا لي معناتها خاطر فكره انها مراه من غير راجل ولا مطلقه ولا وصغيره في العمر معناتها مخهم اختار صافي صحيت انت 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 قنبله موقوته حطوك في حومه لا سي بون بالقدر انا تو معاهم بالعكس في العيد هذايا جاوني الكل معناتها علاقتي بيهم معناتها قالوا لي انت بنتنا اما اسمع ما عنديش معناها انا ساعات توا معناها بصغاري ماذا بيا شكون واقف معايا تصير لي مشكله ولا تصير لي حاجه ماذا بيا عندي عم خال بو ماذا بيا راجل هكا واقف لي ولا حاجه بنلقى حد معناتها نكسر راسي وحدي بخلاف معناتها عندي خراج لي هكايا في فرنسا يسال وليه بصغار خوه بخلاف هكا شويه معناتها هكا نمشي انا العمات صغاري ما نحبش نحرمهم فهمتي ابرسا معناها حد من الفاميلي تاعي ولا حاجه ما عندي حتى حد وشكون معناتها حتى باش تخمم في الماخذه مستحيل معناتها بزوز صغار خذيت وحدك بزمام الامور آه. قرايتك عائلتك خدمتك صغارك توا هذه حكايه راجلك راهو قضاء وقدر قضاء وقدر والموت حق ومازلت صغيره بكل 31 سنه عمرك معناتها 31 سنة راهو معناتها مازال إن شاء الله مازال وأون بليس وجهك محلاه وكلك تفاؤل رغم اللي صار لك الكل ويقول لي يلزمك تفيقة كبيرة معناتها تحط يقول لي معناتها عايشك والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سندرا ربي يحينا بخير إن شاء الله وإن شاء الله كان البرنامج هذايا ولا غيره والا حتى في بلاصه واحده اخرى تجينا الفرصه باش نعاودوا ندخلوا باتصال ونزيدوا نكملوا نحكيوا الحكايه تتواصل وان شاء الله نسمعوا خبر به معناتها بالك
العجلة الدورة ما تنجمش تاكس 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 إن شاء الله. ومن بعد لازم يجي نهار و إن شاء الله بالأخص اللي أنت ما عملت حتى غلطة معناتها ما غلطة في حد شيء مريقلة معناتها عادي مريقلة كما معناتها مريقلة على الأخر ما عندك فيش غلطة أنا ما عملت شيء والشيء جيني عرفتها ما عملت شيء والشيء هبط عليا وحده ربي معك